ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. برج السور، هنتكلم النهارده على توقعات النص الثاني لعام 2022. مبدئيا برج السور، احنا عندنا النص الثاني هيكون فيه اختلافات كتيرة مش قليلة. ليه؟ لان احنا بنبدأ معانا النص الثاني بتأثيرات كوكب المشتري موجود بمنزل ال 12 بالنسبة لك برج الحمل. هل ده حاجة كويسة ولا حاجة مش لطيفة؟ حاجة هتكون صراحة مش لطيفة شوية. تأثيرات بالنسبة لك هيكون يعني على رغم اورانوس الموجود بالنسبة لك، وده اللي بيدي لك كتير نوعية من القوة، نوعية من الجرأة في اتخاذ القرارات، نوعية من الفكر المتألق جدا، لكن بيدي لك عدوات مختلفة، يعني اعداء. عداء من كل اتجاه. العدوات المختلفة معناها ان انت عندك اعداء في الشأن المهني، اعداء في الامور العاطفية، اعداء على الوجه العام. يعني لازم تكون مركز بقدر كتير قوي، مركز في تصرفاتك مع الاخرين، مركز على الاوراق والعقود، لان ان يكون في اعداء بالنسبة لك يعني قاعدين متربصين ليك على غلطة، فلازم تكون حذر جدا. راهو موجود عندك، كيتو موجود في برج العقرب، انت راهو كيتو حاجه زي كده، تاثيرات زحل وتاثيرات المشتري. يعني راهو موجود عندك فبيدعمك بالحظوظ في نوعيه معينه، يعني ان انت يبقى في مشكله بالنسبه لك لا بتعرف تخرج منها. عندك القدره على ان انت تتحكم في حجم المشكله. طيب التاثيرات كوكب زحل برضو بالنسبه لك مش هتبقى صراحه الطف حاجه، لانه موجود ببرج الدلو. ده بيأثر عليك بايه؟ بيأثر على ان انت لازم تكون واخد بالك من فكره المجازفه، او فكره ان انا اغامر، اني انا اقول اجرب، مش هيبقى لطيف النقطه دي بالنسبه لك. يعني فكره ان انا اعمل مشروع، اجرب المشروع ده ينجح معايا ولا لا، خلي بالكم كتير لانه ممكن يفشل. فكره المجازفه في الامور الماليه، خلي بالكم كتير من الخساره. تمام، المجازفه مش هتبقى لطيفه كتير بالنسبه لكم. طيب اما باجي بتكلم على الامور اللي زي كده، انا بتكلم عليها من خلال وجهه فلكيه مش من خلال وجهه شخصيه. اتمنى كتير ان، لاني بلاقي جدا في معظم او في بعض التعليقات بلاقي ان في اشخاص ليه كده، لا مش انا. ماشي، طيب برج السور، على فكره احنا لا يمكن يكون في عندنا اجواء تبقى كلها سلبيه. مفيش شهر بيعدي على شخص بيكون كله سلبي، ومفيش شخص بيعدي عليه شهر متكامل يكون كله افراح. على فكره لازم الدنيا كده، اليوم الواحد بالنسبه لك، اليوم اللي بيعدي ال 24 ساعه، اذا ما كانتش في حاجه تعكنن عليك يا طاقي ما تبقاش انسان طبيعي، اخد لي بالك انت. واذا برضه في نفس الوقت اذا جه اليوم يعني اللي هو يبقى كله دب دب دب، مفيش برضه، يبقى حاجه مش طبيعيه. فاذا احنا عندنا في أجواء بتكون مختلفة، ولكن أنا عليا بوضح لك الأجواء المختلفة دي موقت أو توقيت، توقيتها إيه وكمان في إيه بالظبط. طيب بالنسبة لينا لو نيجي نتكلم الأول على الأجواء المتعلقة، لأن أنت عندك أفراح عاطفية ما شاء الله، يعني حتى كمان بيبدأ بالنسبة لنا شهر يونيو بتبقى أجواء عاطفية لذيذة كتير، لأن تأثيرات الزهرة هتبقى موجودة عندك. تمام، فإذا بتحس كتير إن أنت بتخرج من مشكلة، عندك كتير أجواء لطيفة، عندك كتير خطوات مميزة بتعيشها في الأمور العاطفية، بيكون في عندك تحسن ليه علاقة بالمواليد أو فترة فيها خصوبة جيدة. فأما نيجي في الوضع العاطفي دلوقتي هتكلم، وطبعا زي ما قلت لكم اورانوس بيديكم قوة وجرأة. تأثيرات حركة الكواكب وضحناها بشكل يمكن يكون واضح. يعني المهم احنا بالنسبة لنا تأثيرات الوضع المهني، يعني خلينا نتكلم على الوضع المهني عشان بس الوقت ما يسرقنيش، ثم الوضع العاطفي الى خلف. الامور المهنية بالنسبة لك، انت عندك كتير في الجرأة في اتخاذ القرارات المهنية، شيء حلو بس مش في معظم الوقت. يعني بالنسبه لك الجرأة، اصل الجرأة المهنيه تتعلق في انك ممكن تتسرع باخذ قرارات متعلقه بالمجازفه والمغامره، وانت بالنسبه لك عندك في تحذير هام جدا جدا متعلق ان ما ينفعش ان احنا نغامر او نجازف لا بامور ماليه او في شأن مهني من اجل حتى فكره التجربه. طيب فاذا انت عندك الامور المتعلقه بالوضع المهني، انت عندك جرأة مهنية، لازم ان انت تبقى حاسبها صح كويس قوي، لان الجرأة المهنية بتخليك انك تكون متسرع، فده ممكن يوقعنا في العديد من الاخطاء. خلينا ناخد منها الجانب الايجابي اللي هي الجرأة اللي تخليك ان انت واثق من شغلك، تبقى بتدرس الامور بشكل صحيح لاجل ان انت تبقى ظاهر امام الاخرين عندك قوة، عندك كيان، عندك فكرة اللي هو انا شغلي مية مية، انا ما عنديش حاجة غلط. فاذا
انت يعني حاول تاخد الجانب الايجابي المتعلق بهذا او بهذه النقطة. طيب الوضع المهني كمان، انت على الرغم ان هيكون في اعداء وفي بعض الامور اللي بتستوقفك في الشأن المهني بعض الاوقات، الا ان انت عندك يا برج الثور هيبقى في حظ بيدعمك حلو قوي متعلق بان انت تخرج من المشكلة. يعني في عداءات مهنية او في خلافات مع بعض الاشخاص في الشأن المهني، الا ان انت عندك القدرة على رضعهم بس بعد مجازفة معاهم. انت عندك المجازفة المهنية اي نعم مش مطلوبة حتى كمان في الخلافات، وفكرة ان انت تبقى الند بالند لحد، او ان انت تبقى اللي هو فكرة الخصومة او التحديات والمنافسات مش امر مطلوب، لكن الشخص اللي هيقف قدامك اللي هو جاي يقف قدامك جاي يستفزك، انت هتبقى على قد ما بتحاول وبتعرف ان انت يعني بتحاول وبتسعى كتير ان انت تنتقم او تقف قدامه او ترضعه، لكن انت بتقدر على ده في الاخر، بتستفز قوي وفي الاخر بتقدر عليه. طيب بس خلي بالك من الابراج النارية، يعني يا برج الثور خلي بالك كتير انك تقع في خلافات او مشاكل مع ابراج نارية. بالنسبة لي الوضع المهني كمان، انت بالنسبة لك عندك اجواء هتبقى لطيفة كتير، لان اورانوس بيخليه برضو عندك اجواء متعلقة بمحاولات مهنية. اي نعم عندك محاولات مهنية بتكون تقيلة بس محتاجة صبر، محتاجة هدوء، فانت برضو ده بيدعمك في ان انت عندك محاولات، يعني ان انت ممكن تقع لا واقدر ان انا اصبر واحاول ان انا اغير، اني اجدد، اني اطور، اني احسن، فعندك الجزئية دي، يعني عندك الجزئية دي برضو موجودة جدا. الوضع المهني مش عايز اقولك انه هيبقى افضل حاجة بس، وبرضو مش اكتر حاجة سلبية، بس محتاج صبر، محتاج هدوء، محتاج ان انت تبتعد عن المنافسة والتحديات، محتاج ان انت تبتعد عن المجازفة المالية او المجازفة بشيء انت ما تعرفش عنه حاجة، يعني تبدأ عمل وانت مش عارف في ايا كان. فكرة ان انا مثلا ابقى بجازف بي يعني بشتغل شغل مثلا انا معرفش عنه حاجة قبل كده او بجربه، يعني ده اللي هيبقى مش هيبقى حاجة لطيفة بالنسبة لك. بالنسبة لك كمان لان متوقع فيه خسارة مالية من بعد 20 اغسطس، والخسارة دي مش هتبقى مبنية على شيء كده، لا هتبقى مبنية على المجازفات المالية، او ان انت دخلت في حاجة مثلا استثمارية او غير وانت مش على علم بيها. برج الثور كمان انت بالنسبة لك اي نعم بعد 20 اغسطس لازم تكون واخد بالك كويس قوي من الامور المتعلقة بالتوكيلات، بان انت بتمضي على ايه، بعقود البيع والشراء، لازم ابقى واخد بالي كويس قوي برضو في التوقيت ده من الامور المالية المتعلقة بهذا الشأن. الوضع العاطفي بقى، الوضع العاطفي بالنسبة لك بيبدأ معاك النص التاني بلطف، باجواء لطيفة، بحب ومشاعر واجواء رومانسية، وهيبقى فيه كتير من الامور المتعلقة بتحسن حلو في الشأن العاطفي. يمكن يكون في بعض الاختلافات العائلية عاطفية، ده مازال يعني، لكن وغيرة في الشأن العاطفي، وكمان ممكن يكون في تأويل، عارف يعني ايه؟ يعني اشخاص يقولكم كلام، او انهم فكرة نقل الكلام اللي مش حلوة، او التوقيع ان حد يوقع ما بينك انت والحبيب بالنسبة لك، ده موجود بصورة كتير عالية. لكن اذا احنا تجنبنا ان احنا نسلم ودننا للاخرين فده هيكون شيء لطيف جدا جدا، هيبقى عندنا تحسن حلو في الامور العاطفية، هيبقى كتير في المصالحات ونسب رجوع عالية كتير. لكن لو انت مع شخص في شراكة مالية بالنسبة له، يعني انت مرتبط بشخص في شراكة مالية بالنسبة لك معاه، لازم ابقى حريص جدا من بعد 20 اغسطس عشان ما يحصلش خلافات متعلقة بهذا الشأن تؤثر على الامور العاطفية بالنسبة لنا. الفترة دي بالنسبة لي الناس المرتبطين فيها تعزيز للعلاقات، خاصة لي اللي بيسعوا المواليد، لانها فترة هتبقى حلوة جدا فيها نسبة مواليد حلوة كتير. النص التاني بالنسبة لك يا بيشهد لك بيكون في مولود جديد او ان يكون في حدث جديد بالنسبة لك. فاذا عندك ده مولود جديد تعني ان في مولود لبرج الثور شخصه، يا اما بالنسبة ليك ممكن يكون مولود لحد من الاخوات، يعني ممكن يكون اخ او الاخت بالنسبة لنا يكون عندهم مواليد، فانت بتصر بهذا الخبر جدا. ده من حيث الامور العاطفية للناس المرتبطين. اما بالنسبة لي الناس اللي هم مش مرتبطين، عندنا في حدث جديد او بداية جديدة
في الامور العاطفيه. الحدث الجديد ده بيهز قلبنا، يعني بيخليك ان انت تبقى مبسوط، في حدث جديد انت بتدخل عليه، في حياه جديده، في حب، في انت بتقبل عليه بشكل جديد. فاذا ده بالنسبه للوضع العاطفي لبرج الثور. عامة احنا ده الوضع العاطفي، اتكلمت بشكل اقدر اقول انه سريع جدا لان احنا عندنا اختلافات في كل شهر، بيكون في حركة كواكب متنقلة، فاحنا بنتكلم بالصورة العام والاشمل دلوقتي، لكن بعدين بنتكلم بالصورة المفصلة اكتر. برج الثور بتمنى لكم ان يكون النص التاني ان احنا يكون عندنا حسن التدابير اكتر، ارموا حملكم على ربنا، خليكم تكونوا متفائلين مهما ان احنا عندنا وقت يكون مش لطيف او بعض الامور التحذيرية، الا ان احنا برضو عندنا مكاسب كويسة راهو موجود، وده كتير بيدعمك ناحية ان انت لما تبقى في مشكلة بتعرف تخرج نفسك منها، ودي من اهم الامور اللي انا شايفاها انها متعلقة بالحظ الداعم ليك، رغم ان في بعض الامور التحذيرية جدا. اشكركم جدا، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. سلام.